السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على أحلى متابعين في الدنيا. عاملين ايه؟ وأهلا بكم من جديد مع فيديو جديد. النهاردة يا حلوين هنعمل مع بعض غرزة جديدة، هنعمل مع بعض غرزة المروحة. غرزة سهلة جدا 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 وبسيطة، ممكن تنفذي منها كذا موديل. الغرزة دي هنعملها النهاردة، طبعا بتبقى جميلة جدا في الجيبات، أو بتبقى جميلة جدا في حاجات كتير طبعا من الموديلات من الكروشيه. ويلا بينا بقى نبدأ مع بعض نعمل الغرزة. أول حاجة هبدأها في الغرزة زي ما احنا متعودين كل مرة، هنعمل عقدة البداية. هنعمل عقدة البداية وبعد كده بقى هنبتدي نعمل عدد مناسب من السلاسل علشان بقى ايه نعمل عليه الغرزة بتاعتنا بتاعت النهاردة. زي ما انتوا شايفين اهوت، هنعمل عدد كنت شايفين عدد اهوت. هنكتر شوية عشان خاطر الغرزة تكون باينة اكتر. انا كده عملت عدد اهوت من السلاسل. بعد كده بقى ايه، انا هرتفع كمان سلسلة وبعد كده بقى هبتدي اعمل غرزة الحشو علشان خاطر بقى ايه نعمل الغرزة بتاعتنا بتاعت النهاردة. هعمل سطرة غرزة حشو كمان، او زي ما قلت لكم اول واحدة بنسيبها وندخل في تاني واحدة نعمل غرزة حشو بالنظام ده كده. طبعا واللي عايز غرزة الحشو طبعا هيلاقيها في الفيديوهات تحت، اللي عايز يوصلها هيلاقي الفيديو في الموجود في الفيديوهات تحت. زي ما انتوا شايفين كده انا هنعمل غرزة الحشوة لحد الاخر، هنكمل السطر ده كله لحد الاخر غرزة الحشوة ونرجع بقى ايه نشوف الغرزة الاساسية بتاعتنا النهاردة. وكده كملنا مع بعض الغرزة بتاع السطر. بعد كده بقى هرتفع بعد كده كام سلسلة تلاتة، وبعد كده بقى ايه هنسيب اول هنسيب واحدة وندخل بقى في ايه في التانية نعمل بقى غرزة عمود بلفة. هسيب مسافة بين كل واحدة والتانية، هسيب غرزة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده واحد اتنين تلاتة، وبعد كده بقى ايه هنعمل عمود بلفة في الغرزة اللي بعد منها اهوت. هسيب اول واحدة دي وهدخل في اللي بعدها اعمل غرزة عمود بلفة اهوت زي ما انتوا شايفين. واحد اتنين تلاتة، بعد كده بقى واحد اتنين تلاتة، وهسيب غرزة وادخل في اللي بعدها اعمل غرزة عمود بلفة زي ما انتوا شايفين بالنظام ده كده اهو. انا بسيب طبعا الفراغات دي اللي هنعمل فيها المروحة. هنشوف دلوقتي مع بعض، واحد اتنين تلاتة، بعمل تلاتة سلسلة وبسيب واحدة وبدخل في اللي بعدها على طول بالنظام ده كده. واحد اتنين تلاتة، وبعدين بسيب واحدة وادخل في اللي بعدها على طول. انا هعمل كل السطر ده كله بالنظام ده كده. هنعمل الفراغات دي زي ما وريتكم، هنعمل طبعا تلاتة غرزة سلسلة ونعمل عمود بلفة. انا بعمل غرزة عمود بلفة مع كل موديل بقى عايزة تنفذيه. ممكن تعملي حاجة تانية وشكل تاني خالص زي ما انتوا شايفين. انا هكمل الراوند ده لحد الاخر بالنظام ده كده ونرجع بقى نعمل مع بعض الغرزة. لو ناخد بالنا بعد ما عملنا الغرز ديت بقت معايا هي مدورة زي نظام المروحة بالظبط. هنبتدي بقى ايه اول بعد كده الخطوة اللي بعد كده. انا كده هرتفع هسترفع سلسلة وبعد كده بقى هعمل ايه، هعمل في كل خانة من الخانات دولت هعمل 8 غرزة عمود بلفة. ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. احنا بنعمل ايه؟ 8 غرزة عمود بلفة.
زي ما انت شايفين كده. وبعدين هاجي بقى على ايه اللي بعد كده، وهعمل غرزة كده منزلقة في اللي بعدها اهي على طول اهي. وبعد كده بقى ايه هرتفع كده سلسلة، وبعدين بقى هبتدي اعمل في اللي بعد كده هنعمل 8 غرزة عمود بلفة بنفس النظام بالظبط زي ما عملت في اول واحدة. 2 3 4 5 6 7 8 كده عملت كده 8 غرزة عمود بلفة بالنظام ده كده اهو. النظام سهل جدا جدا وصعب ولا حاجة. بعد كده بقى هنعمل الغرزة اللي بعدها، هنعمل غرزة منزلقة زي ما انت شايفين بالنظام ده كده اهيت. دي غرزة المروحة ولها كذا موديل، انا هنفذ معاكم من الموديل ده كده. هنعمل مع بعض سطرين بنوريكم الغرزة بتاعتيت. بعد كده بقى هنكمل الخطوة اللي بعد كده اهوت. زي ما انت شايفين هنعمل بقى ايه، هنعمل 8 غرزة عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6 7 8 طبعا كلنا عارفين غرزة العمود بلفة. اللي عايز طبعا الفيديو هيلاقيه طبعا في الفيديوهات تحت. بعد كده بقى هنعمل غرزة منزلقة من كل غرزة والتانية بنعمل منزلقة، وهرتفع كمان سلسلة علشان ادخل في الخطوة اللي بعدها. هعمل برضو نفس النظام 8 غرزة عمود بلفة زي ما انت شايفين كده بالنظام ده كده. ممكن كمان تنفذي الموديل ده بأي غرزة تانية مش شرط غرزة العمود بلفة، بس انا بقى عاملالكوا الغرزة ديت علشان خاطر تبقى بايدة معانا في الشغل اهو. زي ما انت شايفين بتلف معايا اهيت، كل ما بشتغل كل ما بتلف معايا الغرزة. وعلى فكرة ممكن دي تنفع طبعا تحطها كده حاجة على كوبايات الشاي، دي ممكن تنفع طبعا حاجات كده اجراس لكباب الشاي والكلام ده كله اهو. زي ما انت شايفين هنكمل بقى مع بعض ايه ممكن تقولكم ممكن نقفلها ازاي في الاخر اهو. بعد كده بقى ايه هنعمل غرزه منزلقه وارتفع سلسله، وبعد كده ندخل في اللي بعدها اعمل 8 غرزه عمود بلفه. هنكمل بالنظام ده كده لحد الاخر بالنظام زي ما وريتكم. بنعمل بين كل واحده والتانيه بنعمل غرزة منزلقة وبنرتفع سلسلة، وبعد كده بندخل في اللي بعدها نعمل 8 غرزة عمود بلفة زي ما انت شايفين كده. انا عملت اهوت اول راوند. ممكن بقى تنفذي موديل كذا موديل زي ما انت حابه بالنظام ده كده. المروحة طبعا لها كذا نظام وكذا شكل، فانا بقى ايه وريتكم حاجة معينة. دي بقى ممكن نقفلها كده ونعملها بقى ايه نحطها تحت كوبايات الشاي تبقى منظرها جميل جدا جدا. هوريكم ازاي هنقفلها مع بعض. هنعمل بقى ايه نكمل بعد كده الغرزة اللي بعدها. هندخل في الحتة دي كده في الغرزة اللي بعدها ونعمل ايه نقفلها علشان خاطر انا كده اهوت. هقفلها برضو بنفس النظام غرزة عمود بلفة علشان خاطر برضو ايه يبقى معانا كمان طبعا خانة من الخانات دي، ونعملها برضو بنفس النظام 8 غرزة عمود بلفة علشان خاطر هجيب الطرف التاني مقابل ليها. وهنقفلهم مع بعض كده اهو، وهنعمل برضو ايه ونقفلهم كده عشان خاطر ممكن تحطها بقى ايه زي نظام مفرش صغير اي حاجة عايز تحطيها عليها تبقى منظرها جميل جدا جدا اهو. هنقفلها بقى في اللي بعدها في اللي قصتها على طول اهو. هناخد بقى ايه غرزة منزلقة بين الغرزة والغرزة، هنعمل غرزة منزلقة
بعد كده هنبتدي بقى نكمل هنعمل كمان 5 غرزة عمود بلفة علشان خاطر بس ايه يبقى الشغل باين ويبقى يكون نفس المتناسق مع بعضه. عايزه تسيبيها بقى تسيبيها كده تسيبيها عادي زي ما انت حابه على حسب ما انت عايزه اهو علشان بس كلها تبقى زي بعضها اهي بالنظام ده كده. ممكن بقى تحط عليها كوبايات الشاي او اي حاجه زي نظام مفرش عادي، او عايزه تسيبيها برضو عايزين تسيبيها مفتوحه كده. بس انا بس كنت حابه اوريكم غرزه المروحه بالنظام ده كده اهو بطريقه سهله جدا اهي مش صعبه ولا حاجه اهي. اتمنى يكون الشرح واضح كان واضح ويكون الفيديو فاتكم. طبعا هو اللي عايز اقول لكم غرزه المروحه لها كذا موديل وكذا شكل، فان شاء الله هنعمل مع بعض برضو موديلات من غرزه المروحه. ما تنسوش بقى يا حبايبي تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة علشان اي فيديو بنزله جديد تشوفوه ويوصل لكم على طول. وباي باي.